وبعدين حسن شكوش عمال يتشهر بايه دلوقتي؟ مشاكل. وانا بزعل من من الاعلاميين انه بيعملوا سبوت. طب ما تعمل سبوت على الحاجه الحلوه، طب تدور على اللي طلق واتجوز، واحنا مالنا؟ واحنا مالنا؟ قضيه وفاء مكي وتتكلموا عنها وطلعت غلط وفبركه ولا اخو. ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش. يعني كل ده يا ريت يا ناس يا اعلاميين صدروا الحاجة الكويسة، والحاجة الوحشة سيبوها ربنا يمشيها. لكن طول ما انت بتصدر الوحش هتلاقي الوحش كتير في السوق. انا بعمل سلامة حاجات زي ما انا يعني مشغول فيها جدا، لان الحمد لله خلصت 30 يوم عرض، وكمان 10 15 يوم بنخلص الامتحانات، وان شاء الله هنبدأ تاني 15 يوم عرض مسرح البالون. سلامة حجازي، سلام حجازي دي الحقبة الزمنية بتاعتنا 2023، والحقبة الزمنية بتاعت 1905 و10 و15، يعني الحقبة القديمة بتاع سلام حجازي. شباب بيغنوا مهرجانات، بتدخل عليها واحدة مثقفة تقول لهم انتوا ايه اللي بتهببوه ده، اللي احنا بنغني مهرجانات؟ لا، طب تعالى اوريكم سلام حجازي بيعمل ايه وعمل ايه في الفن وبيقدم الفن ازاي ولا. ف بيلعب الحقبتين، المسرحيه فيها بلوف. انا اللي ملحن المسرحيه كلها، ملحن اغاني المهرجانات وملحن اغاني الحقبه الزمنيه بتاعت 1920. والحمد لله نال اعجاب كل الملحنين، اذا كان عمي صلاح الشرنوبي جه حضر، عم احمد الكحلاوي جه حضر، طبعا استاذ اشرف زكي جه حضر، فكل الناس اثنت على العرض جدا يعني الحمد لله. يقول يا رب ربنا يبعت، ربنا يبعت.